السنة دي في تالت ثانوي باجي في دروس الصبح، وباجي بفتح هنا الساعة 5، وأخويا اللي معلمني، أخويا الكبير، وعاملها يعني عشان أصرف على دراستي وكده. أنا ببيع الزلابية، باجي بقليها نص سوا وبعدين بسيبها في العلبة، وفي بالسكر وفي بالنوتيلا، في بالوايت شوكليت، وفي بالعسل، وفي باللوتس، وفي بالقلب، وفي برضو أحجام، في صغير وفي وسط وفي كبير. وبرضو بوفق ما بين وقتي، ما بين الشغل وما بين المذاكرة، وأنا في أدبي، في ثالثة أدبي، ونفسي أطلع أخش كلية إعلام. وأنا خدت على الشغل والحمد لله وربنا يوفقني.